وزير النفط يوجه بإلغاء الزيادة السعرية على المشتقات النفطية، ولنشاهد التفاصيل. وجه وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود اليوم الأحد بإلغاء الزيادة على المشتقات النفطية التي أقرتها شركة النفط بساحل حضرموت. ووصف الوزير عبود في كلمة افتتاح مبنى الشركة في وادي حضرموت بأن الزيادة السعرية التي أقرتها شركة النفط بساحل حضرموت يوم أمس، والتي وصل سعر لتر البترول والديزل إلى 370 ريالا، بأنها عشوائية وغير قانونية، حيث أوضح أن الزيادة لا تتم إلا بعد دراستها اقتصاديا ومراعاة للظروف الاقتصادية للمواطن. نوجه بعدم أو إلغاء كافة الزيادة الغير قانونية على أسعار النفط ومراجعة هذه الزيادات، وأي زيادة قادمة يجب أن يتم مراجعتها مراجعة فنية اقتصادية تجارية، لا ينبغي أن تتم الزيادات بشكل عشوائي. هذه الزيادات تضاعف حقيقة في محصلتها النهائية في سعر هذه السلع الأساسية من المشتقات النفطية. وأمس السبت أقرت شركة النفط بساحل حضرموت زيادة سعرية في مادتي البترول والديزل إلى 370 ريال للتر الواحد. إلى ذات الصدد أقرت شركة النفط في ساحل حضرموت جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية بنسبة 15% بعد أكثر من أسبوع من أزمة خنقت مديريات المحافظة وسط استنكار شعبي وحقوقي وتحذيرات من تداعيات القرار السلبية على مجمل حياة المواطنين المعيشية. وقوبل القرار بسخط شعبي واسع واستنكار ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للانتفاضة ضد الممارسات التي تستهدف معيشة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف الذين يتجرعون ويلات أزمات خانقة منذ 7 سنوات. وأكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد أن الجرعة الجديدة في أسعار النفط في حضرموت تأتي ضمن عمل ممنهج لجعل الحياة مرة وصعبة في الجنوب ليسهل تمرير أي مشروع قادم حد وصفه، في اتهام ضمني للتحالف العربي ومكوناته بالوقوف وراءها. يشار إلى أن أسعار المشتقات النفطية تشهد ارتفاعات كبيرة في المحافظات الخاضعة لحكومة هادي والتحالف منذ بداية الحرب في العام 2015، حيث أصبح الأمر خاضعا لقرارات فروع شركة النفط بعيدا عن الشركة الأم، إضافة إلى تحكم هوامير الفساد في تجارة المشتقات النفطية منذ العام 2016.